صدمة غير متوقعة تلقاها محبي النجمة التركية سنجيل جيفتشي بعدما قامت بإنهاء حياة حبيبها بمساعدة والدها. إليكم القصة الكاملة. ألقت الشرطة التركية القبض على المغنية وعارضة الأزياء التركية سيتشيل بتهمة إنهاء حياة حبيبها السابق بعد أن تم العثور عليه في غابة سانجاكتيبي في مدينة اسطنبول. ووجد جسم شخص مجهول مكبل اليدين والقدمين في الغابة الموجودة في الجهة الأوروبية من مدينة اسطنبول من قبل عائلة تعمل في جمع الفطر هناك، وفقاً لما نشرته صحيفة هوريت التركية أمس. وبعد التحقق من هوية الشخص الراحل تبين أنه رجل من مدينة تركان يحمل اسم سميح سيفجي، وقد تغيب لعدة أيام عن عائلته التي كانت قد قدمت بلاغاً باختفائه قبل أيام من التعرف على هوية الراحل. وألقت عناصر الشرطة التركية القبض على المغنية التركية بعد أن أشارت إليها عدة دلائل خلال التحقيق حول حادثة وفاة سميح الذي كان على علاقة سابقة معها وفقاً لCNN ترك. وأشارت أصابع الاتهام إلى جيفتشي إثر مشاركتها لعدة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مهددة حبيبها بإنهاء حياته الذي تردد عليها مراراً طالباً الصلح. واعترفت عارضة الأزياء التركية بعد التحقيق معها بإنهاء حياة حبيبها السابق والتخلص منه بمساعدة والدها، وذلك بعد أن جاء سميح إلى منزلها من جديد لطلب الصلح، وبعد نقاش حاد قصير داخل المنزل قامت بالتعرض له بكرسي حديد مكسور مما تسبب في وفاته فوراً. واستعانت المغنية التركية بوالدها للتخلص من الراحل ونقله إلى خارج المنزل بعد تكبيله والتخلص منه في غابة سانجاكتيبي.